يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الإجابة على من يقول بأن الإسلام فيه حرية في الاعتقاد فتعبد الذي تعبده، وبعضهم يستدل بقوله سبحانه لكم دينكم ولي دين؟ هذا براءة يا أخي، ما هو حرية، هذه براءة. قل يا أيها الكافرون، ما جاب أول السورة، أخذ آخرها يصلح له بس وخلى أولها. قل يا أيها الكافرون، سماهم إيش؟ الكافرين، سماهم كافرين. قل يا أيها الكافرون، هذا في حرية عقيدة؟ الله حكم عليهم بالكفر. لا أعبد ما تعبدون من الأصنام والأوثان، لا وما لا أعبد ما تعبدون ولا وما أنتم، نعم، ولا أنتم عابدون ما أعبد. هم لا يعبدون الله وحده، وإنما يعبدون الله ويعبدون معه غيره، هذا الفرق بينهم. ثم قال لكم دينكم ولي دين، براءة، هذه ما هو بتخيير أو حرية، إنما هو براءة وتهديد، تهديد لهم. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا من باب التخيير ولا من باب التهديد؟ تهديد. جاء بعدها إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، هذا من باب التهديد ما هو من باب التخيير. لكن هؤلاء إما أنهم جهال وإما أنهم يلبسون على الناس مثل هذه الأمور، حتى أنهم يقولون لا تقولون كافر، قولوا الآخر، قولوا الآخر، نحن والآخر، لا تقولون المسلمون والكفار، هذا يؤخذ بكلامهم. نعم.